الحكومة بتراء أو غير بتراء حسب ما عم بسمع هلا عم بقول حكومة كاملة، حكومة عم تصرف الأعمال حقيقة، وهي ما هدفها إلا المواضيع خدمة هالمواطن وتكون موجودة. صحافي يكشف عن ضمانات من الثنائي الشيعي قدمت لرئيس حكومة تصريف الأعمال متعلقة بالجلسة الحكومية، فماذا تخبئ جلسة نهار الاثنين؟ في سياق الجلسة الحكومية نهار الاثنين، كشف الصحافي منير الربيع عبر مقال له في المدن أن المعلومات قد أكدت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يكن ليعلن عن تحديد موعد الجلسة لو لم يحصل على ضمانات من الثنائي الشيعي، لاسيما أن ميقاتي كان قد نسق خطواته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يدفع الحزب باتجاه انعقاد الجلسة ويحاول إقناع التيار بذلك. وقد رأى الربيع في وقت سابق خلال مقابلة على قناة الجديد أن مشاركة وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء ستكون رسالة لها أبعاد للتيار الوطني الحر. هناك اتصالات تجري ترتبط بحزب الله مع رئيس الحكومة ومع التيار الوطني الحر للوصول إلى صيغة معينة. بحال تم الوصول إلى هذه الصيغة تعقد الجلسة بحد أدنى من الخسائر وحد أدنى من التوتر. وقد ذكر الربيع في مقاله أن حزب الله يريد أن يقول لبسيل أنه بدون دعمه لن يتمكن من فعل شيء وسيجد نفسه معزولاً، وهذا يفترض أن يعيده إلى بيت الطاعة، خاصة أن حزب الله يحاول إقناع رئيس التيار الوطني الحر بخيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية باعتباره أهون الشرور وأنه سينال حصته وحزب الله سيقدم له الضمانة. في وقت سابق أشارت مصادر الأخبار إلى أن حزب الله لا يزال يتشاور مع بسيل الذي يرفض رفضاً قاطعاً المشاركة، مؤكداً أن بسيل لن يتراجع وهو يدرج جدياً التصعيد في وجه أي جلسة يدعو إليها ميقاتي. وشدت المصادر على أن حزب الله ملتزم بالاتفاق مع التيار الوطني الحر. وفي السياق نفسه أكد الصحافي والكاتب السياسي جوني منير عبر برنامج الحدث على قناة الجديد أنه لا يعتقد أن حزب الله سيتخلى عن علاقته بالتيار. قلت لك أنا أولا ما بعتقد أن حزب الله بيتخلى عن علاقته بالتيار الوطني الحر. استراتيجي علاقته بهم. أشياء بدها تتشتشد يعني تبطل هيك. بس إنه ما بعرف بعدين كيف حزب يعني. الله رح يضل يحاول مستحيل ليضل متمسك فيه، لأنه بالآخر البعد يلي عنده إياه بالشارع المسيحي عند التيار الوطني الحر، عمل ما لا يعمل بالانتخابات النيابية الأخيرة لقدر وصل له يلي بده يوصل له إياه. فيما الامتحان الفعلي لعلاقة التيار الوطني الحر وحزب الله سيكون في جلسة مجلس الوزراء غداً، ويبقى غداً لناظره قريب.